وصلنا معاكم لملفنا الاول واللي بنتكلم عن تاثير المخدرات على القلب. سعيده جدا يكون معي داخل الاستوديو دكتور احمد علي سليمان استشاري امراض القلب. اهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح النور وشكرا لكم على الاستضافه ومناقشه الموضوع المهم جدا المخدرات وتاثيرها يعني المدمر على القلب والاعضاء الاخرى. تمام، احنا في البدايه هنتكلم ونشارك الناس بمعلومه هي صادمه لكن طبعا الجميع على علم بها، انه السودان في الفتره الاخيره وما قبلها يمكن شهد انتشار كبير جدا للمخدرات وسط المجتمعات كلها. صحيح، يمكن احنا استشاريه قلب لاحظنا في يعني الفتره الاخيره زياده كبيره في الحالات بتاعه مضاعفات القلب من استعمال المخدرات المختلفه. ده انطباع ما بس شخصي، ايضا انطباع عند كل اخصائي واستشاري قلب، حتى نحن في قريب ده كان عندنا نقاش مجموعه استشاري القلب السودانيه وكل الناس يعني اكدوا على النقطه دي وقال لابد من مجهود للتوعيه بالاثار السالبه للمخدرات على الاعضاء غير الجانب النفسي بتاع الادمان. تمام، طب اكيد المطعم مرتبط، يعني الجانب النفسي مرتبط كمان بالمشاكل الصحيه الثانيه وده حنعرفه اكيد خلال محاورنا، لكن كيف بتتاثر يعني القلب ده كيف بتاثر بالمواد المخدره؟ كيف انه ممكن يعني يعمل امراض ثانيه بسبب تناوله؟ القلب يعني من الاعضاء الاساسيه بتاثر بتناول المخدرات. حقيقه انا ما حناقش المخدرات من جهه التعطيب النفسي والمواد الكيميائيه الفئه الفاعله، لكن عندنا يعني لو تكلمنا عن المخدرات عموما في مخدرات بيتم استنشاقها مثل الحشيش او البونغو، دي قد تخلط بمواد اخرى، دي لا شك بتسبب جلطات في الشرايين التاجيه، تعمل ذبحه صدريه. بشوف شباب صغار معظمهم بدون ذبحه صدريه ما عندهم مشاكل تصلب الشرايين. ايضا المخدرات اللي بيتم استنشاقها عبر الانف دي ايضا قد تسبب ذبحات زي الكوكايين او المشتقات اللي تشبهها وممكن تضعف عضلة القلب. المشكلة الكبيرة اللي نلاحظها مؤخرا هي المخدرات اللي بيتم حقنها عبر الوريد، خاصة الايس كريستال ميت. مشكلة حقيقية لأنه الاستعمال المتكرر للحقن دي بالذات وبيكون ما معقمة، بيستعمرات موية الحنفية العادية لتنظيفها أو استعمالها في يعني عشان يحلوا البودرة دي، والحقن المتكرر بيصيب تلف للصمامات تحت القلب، التهاب. مرات كثير الشباب ماتوا بها، وفي شباب اضطروا يعملوا لهم عمليات استبدال صمام. ده بيؤدي الى يعني مشكله كبيره في القلب، مشاكل ضخمه حتاثر عليه لا شك لقدام حتى لو مرق من المشكله الاولى. طب انت يعني حاليا ذكرت يمكن مجموعه من الاضطرابات اللي بتحصل، في اضطرابات ثانيه ممكن يعني بسبب القلب ده يتصاب بغض النظر عن كان شكل الحاله، ممكن تصل هو يجيف مثلا، فهو الناس الشباب لازم يكونوا المستخدمين للمواد لازم يكونوا على علم بالمصايب اللي ممكن تقوم تحصل من وراء الحاجه وهم بيعملوها. لا طبعا، في حاجه احنا اتصلنا في المستشفى اللي هو الموت المفاجئ إذا استعمل جرعة زايدة أو حتى جرعة عادية. أيوة. لأن ما بيصلوا المستشفى. يعني كثير نسمع كثير من الناس حتى مرات من المشاهير برا يقول لك استعمل جرعة زايدة لقوه ميت في بيته. فديكي ما بتصلنا نحن يا أستاذة، لكن لا شك إذا كان بتصلنا المضاعفات دي لا شك فأيضا بيستعمل، خاصة إذا زاد في الجرعة حقته. أيوة. وهو طبعا لو إذا كان في حالة يعني وعيه ما كامل وقد ما يقدر يستعمل الجرعة كويس، استعمل جرعة زيادة أو حتى جرعة عادية. مرات الجرعة العادية فقط تؤدي لتوقف القلب وطبعا تؤدي لوفاة مفاجئة، ده عادة بيكون في بيته قد ما وصل للمستشفى والطبيب نفسه ما يكون عنده علم عنها. صح. طيب يعني الأعراض والعلامات اللي هي بتأكد إصابة الأشخاص ب يعني بمشاكل مثلا في القلب وبسبب إنه تناول أي نوع من أنواع المخدرات اللي أنت قلتها. يعني حسب كثير بيجينا ذبحات صدرية في خاصة شباب صغار. وما نوصلوا في الشرايين. وده جزء منهم من الحجم جزء ما من الحجم، وجزء حتى من الحجم منهم قد العضله حتى القلب تتاثر بضعف شديد مما يؤدي الى انه يعني نقول كل ما تنقص العضله كل ما عمرك قل ومشاكل صحيه كبيره، دي واحده منها. الحاله الثانيه المرضى عاده مثلا لما يجيهم تلف في الصمامات عاده بيكون لف على دكاتره كتار، عندهم حمى مستمره اسابيع ما عرفوا السبب، اخصائي الباطنيه شافوا شك انه ربما في واحده الصمامات ملتهبه، دي عامل الحمى المتكرره دي، وبيكون اخذوا ادويه كثيره، على ما يجونا نلقى الصمام تلف خاصه الصمامات بالجهه اليمين من القلب. ويعني حتى لما بتكون التهابات صعبه جدا، مشاكل معاها في الكلى ومشاكل في الرئه، يعني عشان يمرقوا منها بالله ويامين. بعد ما يمرقوا منها يحتاج عمليات جراحه او عشان
يعني الشاب صغير بيطلع من المستشفى بتركة ضخمة جدا إذا ربنا أكرم ذاته إنه يقدر يطلع من المحنة دي. طب يعني ده تم التشخيص، لكن مراحل العلاج يعني ده ما جانب صحي بس، في ثاني علاج يعني ممكن بعد ما يبقى كويس ويطلع زي ما أنت ذكرت من المستشفى وكده ممكن نرجع تاني لأنه هو أصلا مدمن، فهي يعني هيدور نفسه أكتر. فهنا كيف الطريقة بتاعت العلاج؟ هل بيتم تشبيك مثلا مع الجهات الثانية المعنية ولا بيحصل كيف الحالات دي أنتوا بتعالجوها؟ أنا أفتكر مهم يعني ليس مجالي طبعا الإدمان، لكن الموضوع يعني واضح إنه نحن لابد لعلاج المشاكل حقت الإدمان لازم نعالج المشكلة نفسها، وطبعا محتاجين شبكة كاملة من الناس تعاملوا معنا. نحن عموما في المرحلة الحالية معظم الناس الأطباء بيقوم بيتواصلوا مع أحد زملائهم بتاع الطب النفسي اللي عندهم خبرة في علاج الإدمان سواء في المراكز الحكومية أو المراكز الخاصة، وبيحول المريض أو بيكلم أهله بيقول لهم مثلا يعني بوصلهم بالطبيب ده والمركز ده عشان بعد ما يتم موضوع علاج المضاعفات المريضة والمريضة اللي بيعاني من الإدمان ربنا يشفي الجميع إن شاء الله يبقى يعني رعاية طبية متخصصة، وده دائما بيعملوها ناس استشارية وأخصائي الطب النفسي وجزء كبير عندهم يعني فكرة كويسة عن علاج الإدمان. يعني يكون في حل جذري طبعا لكل لازم احنا بعد ما نخلص من حاجة لازم ندي النصيحة للأسرة وللمريض على إنه لابد نشوف حل الموضوع الإدمان ده لأن ممكن يجي راجع تاني بنفس المشاكل مرة أخرى. طب إحنا عشان ماشينا على الختام كده ده، لكن عايزين نذكر مرة تانية وننبه إنه في تبعات وقاعد تكون في مخاطر لتعاطي المخدرات جسدية ونفسية واجتماعية. من واقع متابعاتك أكيد اللصيقة والتفاصيل دي، إحنا عايزين نقول لسادة المشاهدين الناس بتتابعين على إنه إحنا في برضو مسؤولية مجتمعية تجاه أي زول حولنا ممكن يكون نعم. بيتعاطى يعني. أنا أفتكر إنه موضوع المخدرات دار موضوع يعني يعني علاج شامل من أجهزة الدولة الأمنية إلى الأطباء إلى العلاج النفسي للإعلام دوره كبير جدا في التوعية وكده. نذكر إنه المخدرات بداياتها سهلة لكن عواقبها وخيمة ولابد من التوعية، وإنه المضاعفات اللي بتجي مضاعفات وخيمة على الإنسان قد تؤدي الوفاة أو تؤدي إلى ضرر تلف أعضاء رئيسية، وبتصيب الشباب في سن صغير، أسرتك بتكون دايراك منتظراك تماما. بدل ما تكون انت عون لاسرتك الاسره بتكون ساكه علاجك، انت حياتك كانسان باظت، اعضائك الرئيسيه تلفت في سن مبكر جدا معناها انت حتواجه مشاكل اكبر ايضا في المستقبل. فانا افتكر الوقايه خير من العلاج واذا حصل مضاعفات لابد بيكون في شبكه بتاع العلاج من اطباء اللي بيعالجوا الاعضاء العضويه او الاعضاء زائد الطب النفسي والدعم المجتمعي يعني دائرة يعني شبكة متكاملة من الأخصائيين عشان نقدر نواجه المشكلة دي من ناحية علاجها وأيضا من ناحية بتاعة وقاية. تمام، عايزة أديك مساحة أخيرة ممكن تكون فيها إرشادات لكل الناس اللي هي بتابعنا، لكن المرة دي خليها للأسرة خصوصا هي بتكون الجانب اللصيق، وللشاب نفسه أو الشابة أو أي كان هو الشخص اللي بيتعاطى ده. والله أنا رسالة واضحة كده، رسالة واضحة جدا. أنا كأب أولا بتكلم كأب وكطبيب، أنا أفتكر إن كلنا محتاجين نقعد مع أولادنا وبناتنا في سن مبكر ونتكلم معاهم عن المخدرات لأنه حواجهوها في المجتمع. إحنا يمكن في سننا ده ما بنشوفها، مشغولين بحياتنا العملية وسكية المعايش. أقعد مع أولادنا لازم ننبههم على خطر المخدرات وانه لازم يبتعدوا عنها ويلجوا، يكون دائما في زول في البيت تلجأ له، واذا حسوا انه واجهتهم اي موقف صعب خليك جنبهم خليك معاهم وعيهم وساندهم ووريهم كيف يتعاملوا على المواقف الصعبه دي، لانه افتكر الاسره هي اساس الوقايه في المقام الاول، والاب والام اهم حاجه واهم سند لشبابنا وشاباتنا في مواجهه الحياه الصعبه والتحديات والاغراءات الكبيره بشوفها في الشارع احنا ما بنشوفها. تمام، والاشخاص اللي بيتعاطوا أشخاص بضعاته طوالي أمشي لأحد المراكز العامة والخاصة وأرجو تستضيفوا أخصائي الطب النفسي اللي عندهم، أبدأ العلاج قبل ما علاج الإدمان قبل ما تحس لك مضاعفات. عندك إدمان الأسرة أو أنت ذاتك أمشي عشان توقف الحاجة السيئة دي قبل ما تتلف أعضائك وتتلف حياتك كلها. أنا شاكرة لك جدا وجودك معنا، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا عبر صباحاتنا السودانية ونقيف أكيد عشان ما نوعي سادة المشاهدين بمجموعة من المعلومات اللي هم محتاجين يعرفوها أكثر عن أمراض القلب وكمان طرق الوقاية. سعيدة بك جدا وبتمنى لك دوام التوفيق والنجاح. شكرا. شكرا لك يا أستاذ. الله يسعدك يا رب.